لك شو مفكر حاله هذا ها؟ شو مفكر حاله؟ لازم يطلع من الحارة واليوم قبل بفرق ابن عمي. طولي بالك خالتي، هذا حكي ما بيجوز. لك انت صافف مع ابوك ولا صافف مع ابو عصام؟ ها؟ اعوذ بالله يا ابي، انا صافف معك. بس والله عمي ابو عصام واحد كبريت الحارة وهو بيحبك، والله بيحبك. لك حبك برص، انا وين وانت وين؟ قال بيحبني قال. روح روح دبر علىك روح. طول بالك ابن عمي وروح، روح وصلي على النبي. روح والله اللهم صلي على النبي.